البداية أتقدم في حالة تعاسف وأصدق مشاعر المساواة مواساة لعائلات شهدائنا الأبرار الذين طردتهم يد القتل وهم يؤدون واجبهم المقدس. العميد بالأمن الوطني ماهر العالي، الوكيل الأول بالحرس الوطني خير الدين ذاكر، ناظر الأمن الأول محمد عبد المجيد حكيم، سائلين الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جنانه ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. كما نتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات المدنيين من المواطنين أبيان حداد وبنيامين حداد اللذين راح ضحية هذا العمل الإجرامي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى إثر هذه الاعتداءات الجبانة، وقد تم الإحاطة بهم الكاملة منذ انتهاء العملية. ولا يسعني في هذا الإطار إلا أن أحيي قواتنا المسلحة الأمنية وقواتنا المسلحة العسكرية والحماية المدنية على ما أبدوه من استبشار في مواجهة هذا الاعتداء الإجرامي الغادر، وما قاموا به قبل الاعتداء وأثناء الاعتداء وإذن. وإنني معتز شديد الاعتزاز بأبطال تونس الذين تمكنوا من السيطرة على الوضع بشكل تام قد يكون غير مسبوق حتى في العالم كله، إذ في أقل من 112 ثانية تمكن أبطالنا من السيطرة على الموقف كاملا، وتم قتل المعتدي الذي كان في نيته التوجه إلى معبد تغريبة وإلى دار ضيافة. فالتحية متجددة لهؤلاء الأبطال في مختلف الأسلاك على ما قدموه من تضحيات لتبقى تونس آمنة، وستبقى آمنة بالرغم من هذه المحاولات اليائسة التي لا يترددون في اللجوء إليها. هذا وقد تم فتح تحقيق عدلي كما يقتضي ذلك القانون. وأؤكد لكم العودة المباشرة والسريعة لكل مظاهر الاحتفال والحياة العادية في المعبد وأحوازه وبكامل جزيرة جربة أرض التسامح والتآخي، وهو خير دليل على أن الذي دبر وخطط لم ينجح في تخطيطه ولا في تنفيذه، وستبقى تونس عسية بقواتها المسلحة وبشعبها. هذا ونسجل بكل ارتياح تماسك مختلف أجهزة الدولة وتكاتفها، خاصة ما لمسناه من دعم وإسناد متواصل للمؤسسة الأمنية من قبل المؤسسة العسكرية في جميع المراحل وعلى جميع الأصعدة. كما لا يفوتني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل الدول الشقيقة والصديقة التي لم تتردد في إعلام تضامنها مع الشعب التونسي في مواجهة هذه العمليات الإجرامية. وإذ تشدد وزارة الداخلية بكل أجهزتها وإطاراتها وأعوانها على أنها لم تدخر أي جهد لضمان استقرار البلاد والمحافظة على أمن المجتمع والمواطنين، على وحدة الدولة والتصدي لمختلف المخططات الإجرامية مهما كان نوعها ومصدرها، وإني أدعو كل الأمنيين لمزيد التأهب والاستعداد من أجل إحباط أي محاولة للمس بأمن البلاد والمجتمع وبأمن كل من وفد على تونس من الأجانب والضيوف، سواء للعمل أو السياحة أو لإقامة شعائر دينية كما هو الشأن بالنسبة إلى معبد المريخ. وليسجل تاريخ هذا العمل الوجودي لقواتنا الأمنية عاشت تونس حرة أبية أبدا الدهر، ولا عاش فيها من خالف. نحب نوصف لكم توصيف دقيق
في مجرى العملية بكل بساطة، وماذا بيا تتبعوا معايا خطوة خطوة بخطوة، وهذا سيكون كافي بإذن الله من أجل شرح العملية وكأنها مصورة أمامكم. قام المعتبر بتصفية زميله بسابقية إضمار وقرصه، حيث عمد إلى قتله بمسدس فردي ووجه الرصاصة خلف أذنه. سقط الشهيد الأول عريف أول خير الدين اللافي، أعزب 31 سنة، تابع لمركز الحرس البحري بأغير جرمت، أصيل منطقة حشة من ولاية فاس. ثم توجه المعتبر على متن واحد سيارة نارية تتبع لمركز الحرس البحري، هي تمركز في حديقة تتبع لمدرسة الرياض الجديدة في منطقة السواني في جرم. المدرسة تبعد مسافة 200 متر تقريبا عن المعبد تقريبا والميكانيك، لأنه يعني الميكانيك قادة مباشرة المعبد، أي ضرب يد. لقد ظهر المعتدي للعيان لخروجه من الباب، من باب المدرسة، بشكل قوس. التي اختبأ خلف أسوارها وترصد تحرك سيارة شرطة مرور التي كانت رابطة أمام المدرسة ليتوسط الشارع باتجاه الغريبة ودار ضيافة، وبدأ بإطلاق النار بصفة عشوائية. بدأ المعتدي بإطلاق النار بصفة عشوائية على المارة وأعوان الأمن، وأطلق النار على الضحية الأولى على الساعة 8:13 و13:00، واتجه صوت أعوان الأمن في إيقاع أوسع ما يمكن من الضحايا، فتمت محاصرته والقضاء عليه. تمت العملية في 112 ثانيا، أي دقيقة كل 50 ثانية. الضحايا بطبيعة الحال المعتدي اسمه وسام الخزري، عمره 31 سنة، أعزب، تابع لمركز الحرس
البحري بأغير وهو غسيل الحجر بسقس. المقدم لها نور الدين العربي تبع الشرطة المرور بمنزل قتيبة ولديه ثلاثة أبناء وقاتل بنهج طاهر الحداد منزل قتيبة. توجه إلى تأبينه السيد عامر الحرس الوطني يهودي